تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم، مشاهدي برنامج من اللاذقية من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية قناة أوغري. اليوم في هذه الحلقة نحن معكم من مركز الفرز والتوضيب التابع لفرع السورية للتجارة في اللاذقية، وكما نشاهد بكاميرا زميلي بشار قزق، هذا هو المنتج النهائي بعد عملية الفرز والتوضيب تحديدا لمادة السمسومة. طبعا هذه المادة هي من القشريات، هناك عمليات توضيب أخرى للماير وللبصرة التي تحتاج إلى عملية فرز آلي، هذه يتم فرزها بشكل يدوي كما نشاهد هنا في عمق الصورة. وأيضا اسمحوا لي أن أتوجه إلى المهندس مجد مهنا وهو رئيس دائرة التسويق الزراعي في فرع السورية للتجارة في اللاذقية. أستاذ مجد أهلا وسهلا فيك على شاشة قناة أوغريت. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا، شرفتونا بمركز الفرز والتوضيب التابع لفرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية. المهندس مجد مهنا رئيس دائرة التسويق بالفرع. أستاذ مجد، نحن عم نشوف عملية الفرز هنا تتم بشكل يدوي، ربما شرح بسيط من حضرتك عن العمليات التي تتم. أستاذي الكريم، يتم إرسال الصناديق الحقلية للإخوة المزارعين في أراضيهم لجني محصول البرتقال والحمضيات المتوفرة لديهم، ويتم إرسالها ضمن آليات المؤسسة إلى الإخوة المزارعين ومن ثم جلبها إلى مركز الفرز. يتم وضع المادة الحمضيات على خطوط الفرز الآلية، يتم فرز مواد القشريات التي يتم منها كليمانتينا وسمسومة والفرنسية، فرز يدوي على الإخوة المواطنين الإخوة الورشة التي يتم الفرز بها. أما مادة البرتقال ومن ضمنها الأبوصرة وغيره يتم فرزها على خطوط الفرز الآلية ضمن المواصفات القياسية السورية المعتمدة لدى الإدارة العامة السورية للتجارة. أستاذ مجد، ربما معلومات رقمية تكون أوضح مفيدة أكثر. حتى اليوم كم استجرت السورية للتجارة من محصول الحمضيات؟ أستاذ الكريم، قام السوري للتجارة بتشكيل لجان حمضيات تسويق المحصول، حتى تاريخه تم تسويق 173 طن حتى تاريخ اللحظة، وإن شاء الله هلأ في توضيب للفروع قابل للزيادة. نحن نأمل على العمل إلى تصريف كامل المنتجات المتوفرة ضمن المحافظة والمساعدة على تسويقها ضمن الفروع وضمن الجهات الحكومية الأخرى لتسويق أكبر قدر ممكن من كمية المحصول المقدرة حاليا ضمن المحافظة بحوالي 650 ألف طن. نحن عم نحكي عن تدخل إيجابي للسوري للتجارة أستاذ مجد، يعني أنتوا لا تقتصر عملياتكم ربما على الاستجرار، إنما أيضا هناك مجموعة من الخطوات توفر قدر الإمكان ضمن الإمكانيات المتاحة، دوما ما نقول هذه الكلمة، لتساعد الفلاح نوعا ما. يا ريت تخبرنا إياها أستاذ الكريم. نحن بنقدم للإخوة المزارعين أول شيء أجور النقل ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا على عاتق المؤسسة بآلياتها، بنوفر عليه أجور النقل بهاي الحالة. ثاني شيء عم نوفر عليه أجور الصناديق الحقلية اللي نوعات له إياها كأسعار عبوات، ومن ثم يتم توفير أيضا أجور خطوط الفرز وأجور النقل وأجور القبان، ونوفر عليه أيضا الكوميسيون التي يتم تقاضيه بأسواق الهال والتي تصل نسبته إلى حوالي 7%. من مجمل إجمالي الكمية، المبلغ الذي يتم توفيره على الإخوة المزارعين تقارب 40% من التكلفة في سبيل إنجاح تسويق هذا المحصول للإخوة المزارعين في هذه المحافظة. أيضا أنتوا عملكم يعني عملية بيع هذا المنتج للمواطن كمان تكون ضمن مربح منخفض. يتم تسويق المادة وإرسالها إلى الفروع الأخرى السورية للتجارة والجهات الأخرى، ويتم إضافة مبلغ وقدره 3%، يعني أجور زهيدة تقارن بما يتم وضعه بالأسواق الأخرى. هذه 3% هي عبارة عن أجور نقل ونسبة ربح 1% فقط لا تتجاوز هذه المادة. شكرا جزيلا لك. وسهلا فيكم. الله يعطيك ألف عافية. طبعا يعني نحن عم نشوف عمليات الفرز اللي عم تتم هون، الله يعطيهم ألف عافية للصبايا عم يقوموا بأعمال هنا. مرحبا يا أخي، تعرفني بحضرتك. رامز محلة، أهلا وسهلا فيك. خبرنا عن العمل، عملكم أنتم اللي عم تقوموا فيه هون، عمليات الفرز، عمليات التوضيب حتى الوصول للمنتج النهائي. نحن نقوم نستلم المحصول من الأخوة المزارعين. السورية للتجارة بتبعت صناديق للمزارعين وبيجوا لعنا على مركز الفرز والتوضيب لهون على الشركة.
نحن بنقوم بعمليات الفرز. هلا بالنسبه لابو صره او الماير نحن بننزله على خط الفرز حسب مقاييس الشركه بتطلبها او بتكون عيطتنا اياها. اما القشريات بشكل عام ما بتنفرز على الخط، بنفرزها يدوي ومنعبيها نحن مثل ما شايفين انتم. نحن بصناديق حسب الشركه شو بتطلبها، وبتجلس الشركه بعدين بترحلها، بتاخذها يا بتبعتها على الافروع يا اما بتبعتها هي على الجهات اللي بدها تبعتها عليهم. هون يعني آلية العمل، يا ريت نعرف هون آلية العمل. انتوا بشكل مستمر في ورديات، في فترات استراحة؟ في نحن هلا نحن الورديات يعني نحن احيانا حسب الضغط بيكون علينا على الشغل. يعني مثلا هلا السورية احيانا بيكون في عندها ضغط بالشغل، احيانا بنضل لساعات متأخرة من الليل. في استراحات نحن عنا بيضاوم من الساعة 8 الصبح، بيضلوا للساعة 12 عندهم استراحة للوحدة، بعدين بنضل احيانا نضل الاربع الصبح، يعني كنا نضل الخمس الصبح. المواسم الماضيه كان في ضغط، يكون في ضغط عند السوري التجار. يعني مستمرين بالعمل طالما في ضغط عمل؟ طول ما في ضغط عمل، طول ما السوريه عم تجيب المزارعين نحن بنضل عم نستقبل وعم نشتغل. هي ماده يعني عصيريه غير قابله للتخزين، ما بتتخزن اكثر من يوم من يومين ما فينا نخزنها. شكرا جزيلا لك. وسهلا فيكم. الله يقويك يا رب. طبعا يعني مشاهدينا الاكارم مثل ما تابعنا يعني بالصوت والصوره، هذه عمليات أو مجمل عمليات الفرز والتوضيب التي تتم في مركز الفرز والتوضيب هنا تابع لفرع السورية للتجارة في اللاذقية. يعطيهم ألف عافية للشباب، وبالتأكيد كل شخص أو كل مؤسسة تقدم دعم لاستجرار وتسويق محصول الحمضيات بالتأكيد هي مشكورة. ونضيف على ذلك بأنه يطلب المزيد من الدعم لهذا المحصول، كون هناك يعني طيف واسع من العائلات السورية، ويشكل محصول الحمضيات مدخل أو مدخول اقتصادي لها. فبالتأكيد نطلب المزيد من الدعم لهذا المحصول الكبير في الساحل السوري. هذه كانت رسالتنا بالصوت والصورة لبرنامج من اللاذقية، وتحديدا من مركز الفرز والتوضيب التابع لفرع السورية للتجارة في اللاذقية. شكرا جزيلا على طيب وكرم المتابعة، نلقاكم في حلقة جديدة.